السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح نبتدي بدرس جديد، هو درس التوافيق. درس التوافيق إما يرمز لها بالرمز CNR أو بالشكل N على R. طبعا عملية التوافيق هي عملية اختيار عشوائي، هي عملية اختيار عشوائي. يعني مثلا نريد اختيار 3 أشخاص من أصل 7 أشخاص، نريد اختيار وردتين من أصل 4، نريد اختيار 3 ورود من أصل 7 ورود إلى آخره. نأخذ مثال، نريد اختيار 3 زهور من أصل 7. بكم طريقة يمكن ذلك؟ طبعا هذا سؤال جدا بسيط، رح نتعلم شلون كمان نفك فيه التوافق. قال اول شغلة رح نكتب العدد الكلي هو 7 والعدد المختار اللي هو 3. بالبسط بيكون عملية ترتيب 7 3، اما في المقام فبناخذ الرقم الثاني ونكتب 3 عامل. ترتيب 7 3 هي عبارة عن 7 ضرب 6 ضرب 5 على 3 عاملية، يعني 3 ضرب 2 ضرب 1، فبطلع معي الجواب 5 و3. بهي الطريقة بكون ايش؟ أنا رتبت عملياتي الحسابية. هلا أول شغلة في عندي خواص توافق، طبعا خواص توافق مهمة جدا. أول شيء إن صفر، لو جيت أنا كتبت 6 0 فهي جوابها فورا 1. لو جيت كتب التوافيق 6 6 كمان بيكون جوابها ايش؟ 1. هلا انتبهوا على في شغلة كتير مهمة، لو جيت انا كتبت 7 5 توافيق 7 5، طيب توافيق 7 5 تساوي توافيق 7، انتبهوا على 7 ناقص 5 2، إذن توافيق 7 2. نفس القصة، توافيق 7 5 صعب حسابها، فبنتقل إيش؟ للقسم الآخر اللي هو توافيق 7 2، بتيجي أسهل بكتير. توافيق 7 2 إذا بدي أفكها بالبسط راح تكون ب 7 2، تراتيب 7 2 على 2 عاملي، ومنه 7 ضرب 6 على 2 ضرب 1 يساوي 21. هذه أهم خاصة من خواص التوافق. الخاصة اللي بعدها واللي هي خاصة مهمة جدا، قال لو جيت أنا كتبت 6 1، توافق 6 1 أصدقائي الطلبة 6، كمان نفس الشيء توافق 6 5 إذا كان الفرق 1 كمان يساوي إيش؟ 6، بناء على القاعدة السابقة. فستة واحد هي نفسها 6 5، وسبعة ستة هي نفسها 7 1 إلى آخره. هلا الفكرة المهمة واللي هي أهم شيء هو هذا معادلة التوافيق. معادلة التوافيق، قال معادلة التوافيق إن A يساوي إن B. قال هي إلى حلين، إما A تساوي B أو A زائد B يساوي N. هاي هو حل معادلة التوافيق. معادلة التوافيق كيف تحل؟ تحل بهذه الطريقة، عندي حلين، إما A تساوي B أو A زائد B تساوي N. نأخذ مثال، لو جيت أنا كتبت 7 N ناقص 1 يساوي 7 ناقص 2 N زائد 5. أول خطوة N ناقص 1 يساوي ناقص 2 N زائد 5. بنقول ناقص 2 لهذا الطرف وناقص 1 لهذا الطرف، بصير معي 3 N يساوي 6، ومنه
الان تساوي 2، هي خطوه. الخطوه الثانيه، هذا الحل الاول. الحل الثاني ان ناقص 1 ناقص 2 ان زائد 5 يساوي 7. فورا بقول ان ناقص 2 ان ناقص ان ناقص 1 زائد 5 زائد 4 يساوي 7، ومنه ناقص ان يساوي 3. هذا يؤدي الان تساوي سالب 3. الان ايش تساوي؟ سالب 3. بس ما كانت الان قيمتها سالبه فهذا ايش؟ السؤال او هذا الجواب مرفوض. ليش؟ لانه دائما مجموعه التعويض في التوافيق هي مجموعه الاعداد الطبيعي. طيب لو اخذنا السؤال او القانون اللي بعده، القانون اللي بعده لو فرضنا جيت انا قلت لك 7 3 زائد 7 4، 7 3 زائد 7 4. انتبه علي، اول خطوه هذا يساوي، ما معقول انا افك 7 ب 7، بحط 8. اول شيء 7 بضيف له 1 بصير 8، وباخذ العدد الثاني اللي هو الاكبر اللي هو 4. اذا توافيق 8 4. مثال اخر، لو جيت انا كتبت 4 1 زائد 4 2، هذا شو يساوي؟ ال 4 ضيف له 1 صارت 5. بناخذ العدد الاكبر 2 والواحد 2، اذا توافيق 5 2. هاي سؤال، هاي القانون مهم جدا. القانون اللي بعده، لو كان قال لي عندي انا، انتبهوا عليه، 5 0 زائد 5 1 زائد 5 2 زائد 5 3 زائد 5 4 زائد 5 5، ركز معي، بلشت من الصفر وصلت للخمسة، هذا يساوي 2. هاي نحطها فوق، بصير 2 أس 5، بس بشرط تكون متسلسلة من الصفر وحتى الخمسة. 2 أس 5 يساوي 32. لهون بكون خلص درس التوافيق. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.